انا بحس ان حضوري مهم او حضوري انا وزمايلي مهم في كل المهرجانات المصريه المشرفه اللائقه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اولا بيرفع من مستوى بلدنا وبيرفع من نظره بره لينا. بنحترم الفن ونقدره وده بيبان في المهرجانات دي، واتمنى ان احنا نفضل كده على طول ان شاء الله. تلفزيون ان شاء الله، لا ما بقولش، لا يعني مسلسل، لا يعني لا مش موضوع خوف من حسد والله، هو موضوع ان اول ما بتنضاي في الصحافه الحمد لله ما بنخشش نصور. هيبقى حاجه غير المعتاده، يعني انا اوريدي مقرره ان اي حاجه عملتها قبل كده مش هعملها تاني. ما هي المشكله عشان ايمي ما بتبانش غير لما تيجي تعمل حاجه كويسه، بحس ان انا اقدر اعمل اقدم حاجه الناس تاخد بالها منها، غير كده ما بقدرش اعمل. نزل سينجل، يعني تيزر بتاع السينجل الجديده بتاعتي، هو انت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله الكليب ينزل كمان اسبوعين.